نجاح المسلم الدعاء، لابد أن المسلم يحرص على الدعاء، يلتجئ إلى الله، يدعو الله سبحانه وتعالى. أولغارم مسلم براميان 항상 하나님께 구하를 해야 된다, 기도를 해야 되는데 하나님께 우리의 종교와 하나님의 말씀을 우리가 올바르게 지킬 수 있도록 우리의 종교를 보호해 주시고 지켜봐 주십시오. 우리의 종교가 흐트러지지 않도록, 하나님의 말씀이 흐트러지지 않도록 올바르게 바로 정립될 수 있도록 지켜봐 주십시오, 보살펴 주십시오 라고 이렇게 항상 기도를 해야 됩니다. يدعو الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين، أن يثبت على الدين، لا يرجع إلى الكفار. يدعو في السجود، في الصلاة، يدعو في يوم الجمعة قبل المغرب، يدعو في الثلث الآخر من الليل قبل الفجر. يرفع يديه في الدعاء. يستقبل القبلة. يدعو ويكون على وضوء، يتوضأ. نعم أفضل. أيضا من أسباب إجابة الدعاء أنه يستغفر قبل الدعاء، يتصدق. نعم قبل الدعاء حرانيك 용서를 구하고 해결을 구하는 그런 구하를 먼저 선행해야 됩니다.